في عالم الفن والتمثيل بالمغرب، كانت سنة 2021 التي ودعناها سنة حزينة بامتياز. رحل عن عالمنا الجيل المؤسس للمسرح والسينما والتلفزيون بالمغرب، جيل من الرواد ساهم بنكران للذات وبحب للمهنة في تطوير المسرح والسينما والسيت كوم وغيرها من الفنون. أولى رزايا هذا الفقد الكبير كانت الفنانة المرحومة فاطمة الرقراقي التي توفيت في غشت 2021، وهي من الجيل الأول للممثلات المغربيات اللواتي اقتحمن عالم المسرح والتلفزيون، حيث بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ولها رصيد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية. ولأن الرزايا تأتي تباعا ولا تأتي فرادا، أبت سنة 2021 أن تودعنا إلا وهي تأخذ منا الممثل خفيف الظل والروح حمادي عمور. ويعد عمور من جيل الرواد الذي ترك بصمته على الإنتاج التلفزيوني المغربي، ويتوفر على رصيد غني من الأعمال بفضل عروضه وأدواره المتعددة في السينما والمسرح والإذاعة. واشتهر الفنان الذي ولد في مدينة فاس عام 1930 أيضا بتأليفه للعديد من الأغاني، أداها فنانون مغاربة أمثال المعطيب القاسم ومحمود الإدريسي. وتعود بداية مسيرته الفنية لسنة 1948 في مسرح الهوات، عندما قام بدور النادل في مسرحية أنا القاتل، وهو مؤسس فرقة المنار بمدينة الدار البيضاء سنة 1951، ويعد من أساطرة الفن المغربي، حيث وصل عدد أفلامه ومسلسلاته إلى أزيد من 580 عمل فني، وقدم أيضا برنامج عالم الفنون في نهاية الخمسينيات، ولعب دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل كيدنسا في عام 1999 والمهمة في عام 2002. في سنة 2015 حصل على وسام من العاهل المغربي الملك محمد السادس تقديرا لما قدمه في الساحة الفنية بالمغرب. توفي ليلة يوم الجمعة 14 من ماي 2021 بإحدى المصحات بالدار البيضاء عن عمر نهز 90 عاما بعد صراع مرير مع المرض. الفقد تتابع مجددا بوفاة الفنانة المراكشية مالكة الخالدي، وهي التي اشتهرت عند المغاربة باسم تايكا، والتي راكمت تجربة مسرحية وفنية طويلة وغنية، حيث بدأت منذ ستينيات القرن الماضي عندما التحقت بمسرح الهواة في المدينة الحمراء. شاركت الخالدي في عشرات المسلسلات من بينها من دار الطار وأولاد الحلال، بالإضافة لأعمال أجنبية مثل مراكش إكسبريس مع النجمة العالمية كيت وينسلي والساعدة التغماوية. وبعد صراع طويل مع المرض توفيت مالكة زوال يوم الثلاثاء 23 من نوفمبر 2021 بإحدى المصحات الخاصة في مدينة مراكش، بعد أن أجرت عملية جراحية قبل أيام بسبب معاناتها من وعكة صحية على مستوى الأمعاء، وفارقت الحياة بعد معاناة طويلة من شلل أصابها منذ 8 سنوات، ما جعلها تقبع في ركن بمنزل تواجه الوحدة. اسم كبير آخر ودعنا ويتعلق الأمر بالفنان والممثل والمخرج عزيز الفضيلي، أحد الوجوه الفنية التي طبعت مغرب الثمانينيات، سواء في مشاركته في أفلام ومسلسلات تلفزيونات أو في تقديمه لنشرة الطقس. ذلك الموعد الذي كان ينتظره المغرب جميعا أمام شاشة التلفاز بفضل إبداعه الكبير في تقديم النشرة الجوية بطريقة فنية مبتكرة. حولت هذه الفقرة الإخبارية إلى فقرة فنية بامتياز مع الحفاظ على دورها الإخبارية، وتعد شخصية بائسة الديس من مسلسل صور عائلية الذي عرض في التسعينيات من أشهر الشخصيات التي قدم في أعمالها. توفي الممثلة المغربية الشهيرة عزيزة الفضيلي الجمعة في إحدى المصحات الخاصة بهولندا عن عمر يناهز 78 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. الأكيد أن رحيل كل من فاطمة الرقراقي ومحمد عمور وملك الخالدي وعزيز الفاضلي سيشكل خسارة فادحة للفن والتمثيل بالمغرب، لكن العزاء الوحيد سيكون ما قدمه هؤلاء الرواد للخزانات الوطنية من أعمال ستخلد أسماءهم بماء الذهب في تاريخ المغرب.